ينجمش يكون خير من هكاكا معناتها في الظروف اللي تعدينا بها وصفر وتعب امبوسيبل معناتها ما تنجمش تلقى ملاعبيه حاضرين بطريقه كبيره ومعناتها روندمون ماهوش مفاجأة معناتها عادي تعب 7 نتاع الصباح تبدا في المطار 4:30 تلعب ماتش معناتها لهنا ضد جمعيه معناتها جمعيه باهيه وجمعيه معناتها صحيحه الملعب التونسي جمعيه كبيره معناتها هذاك هو باش تلقى معناتها الروندمون هذاك ومنتظرين معناتها الشيء هذاك ويسكي تعب كبير برشا خاطر تعبنا برشا وما لقيناش استجابه معناتها من الرابطه ومن الجامعه الله غالب قلنا فيها فيك احنا عوضنا بملاعبيه يكون ممكن احسن فنيا من حتى من اللي يغادروا معناتها عوضنا بملاعبيه في المستوى ملاعبيه عندهم قيمه وعندهم دي كاليتي كبار معناتها علاش ليه معناتها والواضح حكم شفتوه معناتها ماتش ليتوال كل معناتها الايفيكتيف موجود وناس كل حاضره ومرتاحه كنا في المستوى وعملنا طرح كبير وربحنا اليوم انا قلت لك معناتها ما يعكسش الروندمون نتاع المجموعه والا معناتها المجموعه ككل عندها امكانيات كبيره عندنا جوارات ومجموعه باهيه برشا ان شاء الله معناتها نيجيريو سيزون كما يقولوا فيها وبشويه بشويه تشوفوا الاولمبي الباجي معناتها من تحسن لتحسن ان شاء الله.